دلوقتي مشاهدينا هنروح مرة تانية لمنة عشان نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. شكرا لك مشاهدينا. زي ما احنا موجودين كل يوم بنتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية ومتوسط الذهب كمان، خلينا نتابع البورصة بتقول ايه أسعار العملات. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه و 19 قرش للشراء، 19 جنيه و 26 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه و 5 قروش للشراء، 19 جنيه و 13 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه و 21 قرش للشراء، 22 جنيه و 31 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 55 قرش للشراء و 19 جنيه 63 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 75 قرش للشراء، 2 جنيه 76 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و 10 قروش للشراء و 5 جنيه و 12 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه و 15 قرش للشراء، 62 جنيه 41 قرش للبيع. أما الدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه 22 قرش للشراء، 5 جنيه 24 قرش للبيع. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، عيار 18 الجرام بيسجل 945 جنيه، عيار 21 الجرام بيسجل 1103 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1261 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8824 جنيه. دي الأرقام اللي موجودة معانا النهاردة. نرجع على طول لشاذلي وهدين نكمل باقي فقرات. تفضل. شكرا ليك يا منى.